السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معايا في حلقة جديدة وفيديو جديد من قناة تيتانيك. يبقى عندي لكم فيديو جديد، شرح جديد، معلومة جديدة كما عودناكم. الفيديو اليوم غيكون قصير، ما يكونش طويل بزاف. غادي نشرح فيه غير الطريقة ديال تغيير لغة الحاسوب. الأشخاص اللي باغيين يبدلوا اللغة الحاسوب ديالهم لغة واحدة أخرى وما عرفوش الطريقة، ففي هذا الفيديو ده إن شاء الله غادي نقدر نوريكم الطريقة الصحيحة لضبط لغة الحاسوب، يعني من أي لغة بغيتي. مثلا كانت عندك اللغة العربية وبغيتي ترجعها للإنجليزية أو مثلا الفرنسية، في هذا الفيديو إن شاء الله غتكون قادر على تغيير لغات الحاسوب ديالك من أي لغة بغيتي. فما تمشي فين، فابقوا معنا. وقبل ما نبداو أعزائي المشاهدين، كنطلب من الأشخاص اللي مشاركين معايا باش يدعموني باللايكات ديالهم، واللي كيشوف هذا الفيديو أول مرة باش يعرف راسو يستفيد منه ولو غير معلومة واحدة، ما ينساش يهود الواحد الزر الأحمر للتصويت، يضغط عليه ويشارك معنا ويفعل واحد الجرس الصغير باش يوصلكم كاع لي فيديو. ومبقى لي إلا نقول لكم على بركة الله. الطريقة أعزائي المشاهدين فهي سهلة، ما عليك إلا تجي لهذا المكان اللي فيه التاريخ والوقت، وتضغط على زر الفأرة الأيمن وتطلع لضبط التاريخ والوقت، ضغط عليه وتفتح معنا واحد الواجهة اللي هي هذه. ومن بعد غنكملو الطريقة كيفاش نقدرو نضبطو اللغة ديالنا بالطريقة الصحيحة. نجيو لهذا المكان هذا وغادي نشوفو اللغة اللي كما كتشوفو المنطقة واللغة. هذا المكان هذا غنضغطو عليها وغنزيدو لهنا. انا الحاسوب ديالي مشغلو بجوج اللغات اللي هي العربية والفرنسية، فاليوم غادي نرجعو اللغة الإنجليزية. الطريقة تكون سهلة، ما عليك إلا جد هاد المكان هذا فين كاين الزائد إضافة لغة وتضغط عليه وتختار اللغة ديالك. أنا نقلب على اللغة الإنجليزية. كما كتشوفو أعزائي المشاهدين، بعد ما اختارينا اللغة ديالنا غادي نضغطو عليها واحد الضغطة هنا ونضغطو على التالي. هنا غادي نقوم بتثبيت اللغة ديالنا، نضغط على تثبيت. كما كتشوفوا أعزائي المشاهدين، في اللغة ديالنا كتقوم بعملية ديال التثبيت، ما عليك إلا تسنى واحد الوقت قليل غادي نكملو المرحلة الأخرانية. كما كتشوفوا أعزائي المشاهدين، بعد ما قمنا بتنزيل اللغة الإنجليزية واللي صبحت في هذا المكان هنا، يعني إذا كانت عندك كانت هنا اللغة الإنجليزية وكانت في الأسفل مثلا لنفرض، كانت على الطريقة هذه. كانت مثلا في المكان هنا او لا كانت في المكان الاسفل وبغيت تطلع على الفوق، فالطريقه سهله، يعني عليك الا تكليك عليها وتضغط على هذا الفليش للاعلى وغادي تطلع ترجع في المقدمه. باش ملي كتعمل ريستارت للحاسوب ديالك كتولي هي اللغه الاساسيه ديالو. دابا انا عندي اللغه العربيه، فانا زودت اللغه العربيه جات لتحت وطلعت اللغه الانجليزيه الفوق. دابا غادي نجيب لهذا المكان هذا اعداد اللغه الاداري، غادي نضغط عليه بهذا الشكل هذا وغادي ندخل لهذا المكان هذا نسخ الاعدادات. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، فانا عندي اللغه العربيه طالعه هي الاولى، يعني الا بغيت نحيد ديك اللغه العربيه ونرجع الانجليزيه فنجي لهذا المكان هذا ونضغط على هذا المؤشر هذا، نعلم عليه، نعلم على المؤشر الثاني، قال لي الا نضغط على موافق ويعمل لي ريستارت للحاسوب ديالي وغنخدم الحاسوب ديالي مره ثانيه باللغه الانجليزيه. فهذا هو اللي غادي نشوفو دابا، بقاو معنا و تمشيو فين. كما كتشوفو أعزائي المشاهدين، بعد ما كتجيني هاد الرسالة كتقول لك يعني ريستارت للحاسوب ديالك، فبعد إلى إعادة التشغيل فالحاسوب ديالي غيخدم باللغة الإنجليزية. إلى ضغط على إعادة التشغيل هنايا فالحاسوب ديالي غيولي يخدم باللغة الإنجليزية، و هادشي اللي غادي نشوفو دابا. دابا كما كتشوفو أعزائي المشاهدين، غادي نضغطو على إعادة التشغيل بهاد الطريقة. دابا غيدير لنا ريستارت للحاسوب ديالنا ويقوم بإعادة التشغيل. كتشوفو أعزائي المشاهدين، في الحاسوب ديالنا اشتغل معنا كما كتشوفو، و هانتوما كما كتشوفون في هذا المكان هذا اللغه الانجليزيه طلعت لي هنايا. يعني يلا غادي نفتح الحاسوب ديالي دابا، فكيطلب لي الكود اللي كندخل به في الحاسوب ديالي. دابا غادي ندخل الكود باش نتاكدوا من اللغه الانجليزيه واش كاينه بصح في الحاسوب او لا. بقاو كتشوفوا اعزائي المشاهدين، بعد ما قمت بادخال الرقم السري او الباسورد ديال الحاسوب ديالي فهو طلعت لي امامكم. كما كتشوفوا طلعت امامكم ويلكم،
يعني باللغة الإنجليزية مرحبا، كما شفتوا أعزائي المشاهدين، فحتى الأنظمة اللي عندي منزلة على الحاسوب ديالي كاملة تبدلت، رجعت للجهة اليسرى بعد ما كانت في الجهة اليمنى، رجعت في الجهة اليسرى. يعني ملي كتقلب اللغة ديالك كتقلب حتى الاتجاه اللي كيكون عندك فيه المعدات ديالك. كما شفتوا أول مرة كانت عندي الساعة والتاريخ في هذا المكان، هنا في المكان دابا انت كما كتشوفوا رجعت للجهة الأخرى، بقيت في الجهة هذه، رجعت للجهة هنا، وكما كتشوفوا كلشي تبدل، كلشي تغير. دابا غادي ندخلوا المكان هذا، دوبل كليك شي يفتح معنا كما كتشوفوا أعزائي المشاهدين. كبر لكم الصورة باش نسوي لكم كل شيء. كما كتشوفوا هذه القائمة هذه كتكون هي في الجانب، كانت باللغة العربية، عندها هي صبحت باللغة الإنجليزية، يعني كل شيء باللغة الإنجليزية، يعني كل شيء تبدل، كل شيء تغير، حتى الطريقة في المكان اللي كانت فيه الساعة في التاريخ في هذا المكان في هذه الجهة، هي رجعت للجهة اللي في اليمين اللي هي هذه هنا. ندخلنا قبيلتي هذا المكان هذا، قبيلتي فاش قلبنا اللغة ديالنا كانت اللغة ولا كل شيء بالعربية، انتم كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين ولا كل شيء باللغة الانجليزية. يعني الطريقة راها ناجحة 100%، يعني حتى شي واحد ما يحتاج يشك في الطريقة اللي وريتكم اليوم. وكنتمنى من الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا، وكنتمنى من الله نكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو هذا، وكنشكر الاشخاص اللي باقي متابعين لحد الان. كنقول لك الا كنت باقي متابعين لحد الساعة هذه، فما عليك الا تهود لواحد الزر الاحمر لتحت وتضغط عليه وتشترك معنا وتفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك كاع اي فيديو حطيته في القناة ديالي فتوصل بين تا الاولاني. ومبقى لي الا نقول لكم الى ان القاكم في فيديو اخر، استودعكم الله والذي لا تدعوا ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.